حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض اسرائيل ثلاث اصابع من قصه فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فرايت شعارات حمرا